مصر تدعو الأمم المتحدة لتكثيف الانخراط مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لتسوية الأزمة. هيئة الانتخابات التونسية تعلن اليوم القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية. ومجلس الشيوخ الإيطالي يرفض اقتراحا بالتصويت المبكر لحجب الثقة عن الحكومة. موجز أنباء منتصف الليل يأتيكم من إكسترا نيوز. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. دعت مصر الأمم المتحدة لتكثيف الانخراط مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لتسوية الأزمة. أكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى أنه يتعين الآن البدء في عملية التسوية الشاملة التي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد والشفافية في إنفاقها واستكمال توحيد المؤسسات الليبية وحل الميليشيات المسلحة وجمع أسلحتها على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي. أكدت مصر مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان ودول الجوار من أجل تحقيق السلام والاستقرار ودعم الحكومة السودانية الجديدة. جاء ذلك في بيان الخارجية عقب اختتام اجتماعات القاهرة بين وفدي الجبهة الثورية السودانية وقوى إعلان الحرية والتغيير، حيث تبادل المشاركون الآراء وتم الاتفاق على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم، وذلك لدعم الوثيقة الدستورية المقرر توقيعها في 17 من هذا الشهر. تعقد الهيئة العليا للانتخابات في تونس اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا لإعلان القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بالبلاد والتي ينتظر أن تجرى منتصف الشهر المقبل. أوضحت الهيئة أنه تم رفض 66 طلبا للترشح للانتخابات الرئاسية من أصل 97 طلبا، مشيرة إلى أن المرشحين الذين تم رفض ملفاتهم يمكنهم اللجوء إلى القضاء للطعن على قرار الهيئة، على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين نهاية الشهر الجاري لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية في 2 سبتمبر المقبل. رفض مجلس الشيوخ الإيطالي اقتراح وزير الداخلية ماتيو سالفيني بالتصويت المبكر لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وقرر بدلا من ذلك أن يدلي رئيس الحكومة بكلمة أمام المجلس في 20 من هذا الشهر. كان سالفيني الذي يرأس رابطة مناهضي الهجرة قام بتقديم اقتراح بإجراء تصويت لحجب الثقة عن الحكومة التي يشغل فضلا عن منصبه كوزير للداخلية نائب رئيس الحكومة فيها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على موقع تويتر أن الاستخبارات الأمريكية أبلغته بأن الصين تحرك قواتها إلى حدود مدينة هونغ كونغ ذات الحكم الذاتي الواسع على خلفية الاضطرابات الجارية في المدينة. وسبق أن عبر ترامب في تصريحات له عن أمله ألا يسقط قتلى في هونغ كونغ التي تشهد احتجاجات للأسبوع العاشر تواليا، مشيرا إلى أن الوضع في المدينة حساس للغاية على حد تعبيره، وأنه يأمل في أن يحل الأمر سلميا بالهدوء. بإمكانكم دوما متابعة المزيد من الأخبار والتقارير عبر extranews.tv. إلى اللقاء.